عالم جديد ظهر لنا بعد تحضير وخطة مدروسة لضرب أخلاق المجتمع وهدم رموزه وسقوط قدوته. فبعد أن كان السبيل الوحيد والطبيعي لصنع ثروة ونجاح في الحياة هو إضافة قيمة للمجتمع وحل مشكلة كان يعاني منها الناس، أصبح الآن كل من يريد الثروة والشهرة السريعة عليه فقط بتحميل إحدى تطبيقاتهم ونشر فيديوهات لا قيمة لها تهدف لجمع أكبر عدد من المشاهدات بهدف تحقيق الشهرة الواسعة والحصول على المال بطريقة سهلة دون النظر إلى عواقب الأمور ودون تقديم أي قيمة تذكر. إذن مشاهدي قناة غموض وحقائق، من خلال هذا الفيديو المشوق سنوضح لكم من أين بدأت مواقع نشر التفاهات والأخلاق البذيئة والعادات الغربية التي لا تمت لدينا بأي صلة، ومن وراء تلك المقاطع القصيرة التي تهدف لهدم قيم وأخلاق أبنائنا وتغييب عقولهم عن التحليل والمنطق في كافة الأمور وصنع قدوة جديدة لهم، قدوة فاسدة مفسدة. ولتوضيح الصورة بشكل كامل لابد من توضيح القصة من البداية، ولكن قبل البدء المرجو للاشتراك في قناة غموض وحقائق وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. هذا الفيديو برعاية youtubelink.com مساندكم المجاني لقناة يوتيوب ناجحة. دعونا في البداية نوضح أن داعمين تلك التطبيقات والمواقع يهدفون في المرتبة الأولى إلى تحقيق الربح من خلال استهلاك وقتك وطاقتك، فكلما قضيت وقتا أكثر تتصفح مواقع وتطبيقاتهم لعدد من الساعات أنت تندهش أنه مر بتلك السرعة. هم بتلك الطريقة يربحون ويقتربون أكثر من تحقيق أحلامهم وخططهم، فأنت بمثابة شخص يعطي لهم حياته التي تتكون من دقائق وساعات وأيام، أنت تعطيها لهم بكل بساطة من خلال بقائك متصلا على منصاتهم تتصفح ما يتم نشره، والذي في الأخير لن يعود عليك بالنفع، بل على العكس سيعود عليك بقلة النوم والأرق وانعدام الشغف وضعف الشخصية وانعدام الثقة بالنفس. وليس من المستبعد أن يفقدك حياتك. ألا تصدق أنه من خلال قضائك لساعات طوال تشاهد أناسا ينشرون الجانب الوردي فقط من حياتهم وتشاهد كم هم أصغر منك وبالفعل حققوا أحلامك أنت؟ هل زلت تعتقد أن تعرضك دائما للمقارنة مع أشخاص من الظاهر عليهم أنهم أفضل منك في كل شيء؟ كافة المقارنات تلك هي السبب الأول في انعدام شغفك واندثار طاقتك، فهم يرون أن شغفك هذا مخيف فلا يريدونك أن تتبع شغفك حتى لا تخرج بفكرة جديدة مبتكرة تعمل على إيقاف مخططاتهم من خلالها. هم بالطبع لا يريدون لذلك أن يحدث، هم فقط يريدون أن تظل كما أنت تراقب في صمت وليس لك أي دور في مجتمعك. وليس مواقع التواصل أو حتى تطبيقات المواقع القصيرة هي التي تسعى لذات الهدف، بل هناك الكثير من الحركات الأخرى المتشاركة في ذات الهدف. فكيف تنفق الملايين من الدولارات على اختيار ملكة جمال في حين لا ينفق بالقدر الكافي في سبيل المعرفة والنهوض بالشعب؟ أصبح لأي شخص أن يقوم بالترويج لأي أمر مهما كان بلا قيمة، وسيجد خلفه جيشا بنفس حماقته ومشاركا له في فكره. جعلوا الشباب يتهافت على زيادة عدد المشاهدات دون الاعتبار إلى القيمة الذي سيضيفها للمجتمع، مما جعل المحتوى العديم القيمة متفوقا على أي محتوى هادف آخر. جعلوا القيمة العلمية بلا أي قيمة في حال أنها غير مربحة. فهذا التطبيق المسمى بتيك توك خلال العام الماضي أنفق مستخدميه عليه أكثر من 50 مليون دولار أمريكي، مضاعفين بذلك أرباح الشركة الأم لـ 34 مليار دولار خلال عام واحد فقط. هل نظرت لحجم هذا الرقم الهائل جدا والذي تم إنفاقه على شيء لن يعود بالنفع على أي شخص على هذا الكوكب سوى المنجذبين للمحتوى عديم الفائدة والقيمة الذي يتم تقديمه عليه؟ في إحصائية تم إجراؤها خلال العام الماضي تم معرفة أن نسبة 40% من مستخدمي تطبيق تيك توك هم من المراهقين ما بين 14 و18 عاما،
هل تدرك الآن حجم المخاطر المحيطة بهؤلاء المراهقين؟ وكيف يتم برمجة عقولهم في سن مبكر على نبذ الأخلاق والتعرض لفيض هائل من المفاسد وخلق جيل يحمل أسوأ الأخلاق التي لم يشهدها جيل قبلهم؟ فهذا التطبيق المشهور بمقاطعه القصيرة والسريعة وعديمة الفائدة يحقق أرباحا هائلة لمستخدميه بغض النظر عن رداءة المحتوى. ومن الجدير بالذكر أنه إذا تم استخدام التطبيق بشكل أكثر جرأة وأكثر خروجا عن الأعراف، فإن الناشر باستطاعته أن يصل ربحه إلى 12,000 دولار شهريا. هل رأيت كيف يتم استهداف فئة الشباب لضرب أي مجتمع محافظ؟ هل تذكرتم من يستخدم تلك الطريقة في هدم الشعوب وإسقاط الحكومات؟ نعم، إنهم المتنورين وعائلة روتشيلد. إنهم يملكون 90% من ثروات الأرض التي تعيش أنت عليها، فيمكنهم صنع أي شيء في سبيل هدم أخلاق الشباب وهدم قيمهم. فكلما زاد الانحراف خلال التطبيق، كلما زادت قيمة المكافأة التي سيحصل عليها المسؤول عن النشر. يهدفون إلى جعل قليلي المعرفة هم المتصدرين للصورة العامة للناس، وجعلهم قدوة للجيل الصغير الناشئ لينشأ على سبيل من الإسفاف والتفاهات. لا يقتصر استخدام تلك المنصات عديمة الفائدة على قليلي العلم وحسب، بل ما يساعد أيضا في الترويج لمثل تلك التطبيقات أشباه المثقفين من حاملي الشهادات العليا، ولكن عقلهم مغيب تماما وبعيد كل البعد عن النقد والتفكير في الأمر بالمنطق. ويجدر بنا أن نذكر لكم أن انغماس الناس في تصفح تلك المنصات يخدم مصلحة الحكومات في تلك الدول، وهو سبب آخر في سكوتهم عن إنهاء تلك المهزلة التي تفسد مجتمعاتهم. ولكن تلك الملهيات تصرف الناس عن التدقيق خلف الحكومات، مما يعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل الحكومات. وذلك ليس محصورا بداخل منطقة معينة فقط، بل تنتشر تلك الأيديولوجية في جميع دول العالم على مختلف ثقافاتهم وميولهم. فكل ما يشغل الناس عن التدقيق مع الحكومات ستعمل الحكومة على إبقائه لأطول فترة ممكنة، أي أن الحكومة أيضا مشاركة في تخدير المجتمع. لماذا تنفق شركة ميتا مليارات المليارات من الدولارات كل عام وهم لا يقدموا شيئا ملموسا على أرض الواقع؟ بل إن جل ما يقدمونه هي خدمات تغيب العقل خلال العالم الافتراضي. والحقيقة من وراء هذا الأمر هو رغبة أصحاب تلك الشركات في احتكار الرأي والمجتمع والتحكم وتوجيه الرأي العام إلى الأهداف التي تخدم مصالح مؤسسين تلك المواقع ومن هم أعلى منهم في النهاية. وكل هذا سيعمل على زيادة الأرباح لا محالة. ويظل السؤال قائما، هل بتلك المبالغ الضخمة استطاعوا أن يقدموا شيئا ذو قيمة؟ سنترك لك أنت الإجابة لتخبرنا بها أسفل التعليقات. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس